اهلا بكم مشاهير ومتابعي اليوم السابع في كل مكان. نحن الان في موسم الربيع، في موسم الربيع وحلول اعياد شم النسيم يحلى اكل الفسيخ. النهارده احنا بنلتقي مع احد اشهر صناع الفسيخ في دمياط، وزي ما بنقول هي مهنه بيتوارثها الاجيال، لا صنعه ولا حرفيه خاصه. وبحكم ان محافظه دمياط هي محافظه ساحليه بتشتهر بالاسماك، فبتشتهر ايضا بصناعه الفسيخ. هنروح محل لصناعه وتجاره الفسيخ في دمياط، نعرف منه انواع الفسيخ وكيفيه عمل الفسيخ ومناسبه اعياد الربيع. يلا بينا. عرفنا نفسك. السيد خميس صاحب محلات الفسيخ. السيد، احنا عندنا، احنا حاليا في موسم الربيع، في موسم الربيع بيبقى فيه الاقبال على شراء الفسيخ. احنا بنقول دمياط صناعة الفسيخ فيها مشهورة، وصناعة الفسيخ هي مهنة يتوارثها الابناء عن الاباء. تمام، هي فعلا مهنة عريقة في دمياط. انا والدي رحمة الله عليه ورثها لنا اكتر من 60 سنة في هذا المجال. طبعا لها خبرات كتيرة ولها عدة أسرار محدش يعرف يوصل لها إلا أصحاب المهنة نفسهم، وده الكلام ده طبعا تورثناه عن أجدادنا وعن والدي رحمة الله عليه. من أشهر الناس طبعا معروفين في البلد بصناعة الفسيخ، ولنا عدة فروع في أماكن متعددة في المحافظة. انتوا بتتدرسوا كلكم، يعني العيله كلها بتشتغل في نفس نفس المجال؟ ايوه، وابني في نفس الوقت انا بورثه وبفهمه نفس الوضع عشان يطلع يكمل المسيره اللي سابها لنا والدي رحمه الله عليه. تمام. طيب احنا يعني حاليا موسم الربيع، كل سنه وانت طيب، بيبقى في اقبال على شراء الفسيخ، وخاصه مع حلول موسم الايه، اعياد شم النسيم وموسم الربيع. هتكلمنا كده على انواع الفسيخ اللي موجوده، ايه هي، ايه الانواع اللي موجوده؟ هو طبعا دمياط مشهوره بخصوصيتها لانها مدينه ساحليه، ومشهوره باسماك معينه بتظهر، كل السمكه لها موسم معين. يعني مثلا في عندنا البوري الكبير بيبقى بيبتدي من حبايه كيلو او الحبايتين كيلو، وفي بعد كده بيبقى بالكبار الاقل منه القطع. الكبار دوت برضو مشهورين بيه. وفي السهيلي، بس ده بيجي له مواسم معينه، ودي جرانه صغيره وسط بتبقى برضو لها مواسمها ولها وقتها. في بقى السردين برضو له ميعاده، بيبقى موجود دايما في اشهر الصيف او في بدايه او في نهايه شهر الربيع او اشهر الربيع، يعني يبتدي من اخر من اول اربعه لحد شهر ثمانيه. طيب يعني احنا في انواع معينه هي اللي تنفع تتعمل فسيخ، انواع طبعاً. اسماك معينه هي اللي تتعمل، ايه الاسماك بقى المعينه اللي هي اللي احنا بتستخدم في عمل الفسيخ ده؟ البوري والطبار والقطع والسجيلي والسردين، هم دول المجمل مشهورين، دول المشهورين في دمياط. وعليهم اقبال، ويعني الناس فاهمه الدمياطي بحكم اللي هي مدينه او هو عايش في مدينه ساحليه، فبيبقى عنده الخبره اللي في نوع السمك، وببقى فاهمها كزبون او متلقي للي عايز يتغدى او عايز ياكل، فبيبقى عنده الخلفيه نوع السمكه اللي هو بيجي بيحبها او اهل بيته بيحبها بيطلبها من ال... طيب ازاي نعرف اختار السمكه اللي ممكن تتعمل فسيخ، او ممكن املحها لو انا اعملها في البيت؟ هقول لحضرتك حاجه، في غالبا من الناس اللي هي بتاخدها هوايه وبتعمل الحاجات دي او بتحب تعمل فسيخ في البيت، بيقعد غلط كبير قوي. معظم السمك اللي موجود في السوق بيبقى عليه تلج. احنا بيجي لنا سمكنا من البحر او من المكان اللي بيصطاد فيه، ممنوع يتحط عليه تلج. عشان ايه؟ يدي صنعه، وفي نفس الوقت التلج ده بيقلل زي ما قلت لحضرتك من شويه، الفسيخ لو اتحط في الثلاجه هو عدو التلاجه. بيغيره. فمن نفس المنطلق السمكة برضو كده، هي بتطلع من البحر او من المكان اللي بيجيلي منه، بتجيلي على طول، بغسلها وزي ما قلت لحضرتك تحط كده وبتتغسل واحدة واحدة، وتحط تتصفى ميتها، وبعد كده بملح التمليح بتاعها، والسمكة تكون صحيحة، يعني تكون تبقى صحيحة. لا ما حضرتك لو فيها حاجة لو فيها حاجة مفتوحة او معمولة، بص لسه السمك
طازه خرشيمه خرشيمه حمراء باينه. من هنا بقى الناس بتقع في غلط، هو بيروح يجيب سمك ويقعده فتره عشان يطلعه كويس او يطرى معاه، فهنا بقى البكتيريا بتخش تعمل دور سلبي على الفسيخ. عشان من هذا المنطلق انا بقول طبعا اهل المهنه يختلف، يبقى عندهم خبره اضرب بيها غير المواطن العادي. وبعدين هي بتبقى نفس المقياس يعني. طيب لو انا يعني برضو زي ما قلنا السمكه زي ما اقول الفسيخ، لو انا رحت اجيب من محل ازاي اعرف ان الفسيخه دي كويسه وان الفسيخه دي مش معيبه او مش قديمه قوي او 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 ان لحمها مش يعني مش مغير؟ والله هو في بعض المواطنين بيحبوا السمك دايما او غالبا بيحبوا السمك اللي هو بيقولوا عليه له سايح يعني سايح، فعشان كده قلت شويه ان السمك لازم يجيلي من على وش تلج، بيطلع السمكه طريه وفي نفس الوقت بيكون سمكه صغيره. تعرفها ازاي الزبون؟ اول حاجه بتعرفها من عينيها، اخد بال حضرتك ان العينين دي طبعا بتبقى كده مش مغيره تمام، وفي نفس الوقت حجم السمكه لازم عشان تبقى فسيخه كويسه لازم تبقى تخينه محمله سمينه مش سمينه مش غزيله. وحجم السمكه تختلف بقى انت اللي بتختار، يعني مثلا السمكه دي هتلاقيها عريضه وسمكه سمينه بتنزل هنا سمنه نازل من السمكه، السمنيه دي نازله من السمكه. ليه؟ لان السمكه سمينه والسمكه عريضه، وتلاقي دماغها دايما تلاقي دماغ السمكه عشان تعرفها دماغها في جسمها، يعني دماغها مش كبيره. دي ابرز العلامات اللي ممكن المواطن العادي يعرفها، تبقى سمكه عريضه سمكه سمينه دماغها داخله في جسمها مش كبيره. يعني هنا حتى البوري تلاقي لو هو ما فيش عليه الملح هتلاقي السمكه ماشيه متناسقه مع بعضها، تناسق الجسم مع السمكه. السمكه هذه هتلاقي في بعض السمك تلاقي دماغه كبيره قوي والسمكه دي بتبقى هزيله. يعني ابرز الحاجه اللي ممكن المواطن يعرفها، المواطن العادي مش محتاجه يعني شرح كتير او خبره، اللي دي خبرات بنكتسبها من والدنا وقبل كده اجيال بتسلم اجيال. متشكرين يا حاج سيد وكل سنه طيبين. كان معكم محدثكم من دمياط معتز الشربيني مدير مكتب اليوم السابع بدمياط. شكرا.